تحدثت مع حضراتكم منذ عدة أيام عن المحادثة الهاتفية التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا، وكان من ضمن الحاجات التي تم النقاش حولها هو أيضا الهجرة غير الشرعية، وتحدثنا في هذا الشأن واتكلمنا على أن مصر كانت من أوائل الدول اللي عملت الكثير من المشروعات أو المبادرات المختلفة للحد من الهجرة غير الشرعية من مؤسسات مختلفة في الدولة. ولكن شرم الشيخ بتستضيف مؤتمر إقليمي بقى حول جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. حضراتكم، مسألة التهريب من مكان لمكان دي جريمة بغض النظر دي هجرة غير شرعية أو غيره، لأن في ناس تانية بتتاجر في البشر، في ناس بتتاجر بأن هي تفتح بوابات معينة زي ما بيحصل كده ما بين المكسيك وأمريكا ويقعدوا يمسكوا الناس وغيره وغيره. ولكن أن يجتمع في شرم الشيخ النهاردة الاثنين مؤتمر إقليمي متخصص للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضات مرتكبين هذه الجرائم، وده بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. على الهاتف السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. سعادة السفيرة مساء الخير. نور يا فندم، أهلا بك. كم دولة تشارك وكم يعني كم مؤسسة دولية مشاركة في هذا المؤتمر؟ نستطيع أن نقول بوفود الدول وبالخبراء الدوليين وبالمؤسسات الدولية 20 يا فندم، 20 وعدد المشاركين قرابة 80 إلى 90. كويس. النقاش هو كيفية العقاب ولا التطبيق عبر الحدود؟ لأن أنا عارف أن بتكون في مشكلة في في حتة عبر الحدود، يعني أنا ماسك هنا مجموعة حد مهربها من دولة أخرى، أنتوا بتتناقشوا في إيه؟ إحنا بنتناقش أولاً، دي رؤية لنا في اللجنة الوطنية، وأنا تحدثت مع دكتورة غادة والي رئيسة الـ UNODC في زيارة ليا في فيينا، وقلت لها ده أولوية من أولوياتنا يعني كلجنة وطنية، نحن نعزز من التعاون الإقليمي. ليه؟ لأن احنا لاحظنا ان لا توجد دولة بمفردها تستطيع ان تواجه هذه الجريمة عبر الوطنية كتهريب مهاجرين او اتجار في البشر، وبالتالي من الاهمية بمكان ان احنا نتعاون على المستوى الاقليمي. ومن اجل ذلك بقالنا تقريبا اكثر من سنتين احنا بنشتغل في هذا الموضوع، بس بنكثفه خلال هذا العام. احنا بنتبادل الرؤى واهم التجارب وقصص النجاح في عملية الملاحقة الجنائية فندم، والمتابعة والتحقيقات والتعاون القضائي، حتى نستطيع الى هدف المؤتمر وهو ده المعلن، تفكيك الشبكات الاجرامية، وده مهم للغاية طبعا، لان دي شبكات بتشتغل عبر عدة دول. بالظبط كده، وانت محتاجين تدخل الامم المتحده وايضا انتربول، وحدوته كبيره قوي في الحته دي مش كده؟ ومحتاجين اكتر، يمكن الامم المتحده بتساعدنا من الناحيه الفنيه، يعني بتعقد لنا، بتساعدنا في عقد هذا المؤتمر، بتعمل تدريبات زي ما بتعملي تدريبات طول العام للقائمين على انتاج العداله، للناس اللي بتشتغل في الخدمه الاجتماعيه، لكل الناس اللي بيتعاونوا معانا في مواجهة المشكلة. ولكن احنا عايزين نتعاون مع الدول نفسها، نشوف المغرب ايه احسن تجاربه، تونس، الجزائر، نيجيريا، فهذا بيعطينا طبعا افاق جديدة في التعاون، وبيفتح لنا مجال ان احنا لما يبقى في جريمة نقدر ان احنا نخبر بعضنا البعض بمعلومات عنها، ويبقى في متابعة فعالة. والأمم المتحدة اللي هو UNODC مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة والمخدرات بيقدر إنه يأتي إلينا بخبراء دوليين عشان يكلمونا
في مجال خبرتهم. وهذه ليست المرة الأولى، ولكن يعني هي مرة من المرات الكثيرة اللي احنا تعاملنا فيها مع هذا الموضوع. شكرا السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإفجار بالبشر.